السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم أبو فرح من المركز الإسلامي الأمريكي في ولاية فلوريدا. إمام فرح from the American Muslim Leadership Center in Florida. والإخوان الذين رأوا هذا الفيديو من قبل, brothers and sisters, have seen it. كما تعلمون نحن على شارع عام, وهذا المسجد بفضل الله عز وجل وهي المنظمة. عندما عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الدعوة, وعرضوا عليه الملك, وعرضوا عليه النساء, when they offer Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم women, wealth, kingdom to leave this affair, ماذا كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: والله يا عماه, لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا الأمر حتى يتمنه الله. I will not leave. If they will put the kingdom, everything, even the sun and the moon in my right and my left, I will not leave this affair. This is the masjid, as you all can see. You've seen before, هذا المصلى كما تعلمون. وهذا المطعم الذي هو وقف بالجانب. This is the restaurant that كان متبرع به من عن طريق بيت الشاي, بارك الله فيهم. نحن حاولنا بقدر الاستطاع جمع المال, وحصلنا على كل الرخص كما ترون من الإدارات الموجهة والمنظمة ومن كل الجهات الرسمية. We have followed every instruction, every possible way for us to fulfill the need to open the school. وطبعا كما يقول الله عز وجل, يريدون أن يطفئون نور الله, والله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم, ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. They're trying to shut the light of Allah عز وجل, and Allah عز وجل will fulfill his light even if the disbelievers hate. وضعوا أمامنا العقبات. وفي الأول وضعنا كل أتينا بكل الشركات, وهذا مصلى النساء هنا لمن لم يرى المركز من قبل, to those who didn't see the center. أتينا بكل الشركات الهندسية, وأتينا بكل, مشينا على النظام الذين يريدون حتى إلى الآخر. We fulfill the need to the end. وللأسف ما زالوا يضع أمامنا العقبات, ولكن الله عز وجل والله لن يتركنا. Allah will never leave us. وليعلم هؤلاء الناس أن أنصار محمد وأحفاد محمد لن يتركوه, ولن يتركوا عز الدين محمد صلى الله عليه وسلم. And the people must know that we will not abandon this project. هم يريدون أن يأتون بالعقبات حتى نحاول أن نترك. والمنطقة, المسجد في منطقة سياحية, وسوف يحاول بقدر المستطاع أن يوقف هذا المشروع, because we are in a tourist area. They're trying to stop this away. نحن على بعد بضع ميل كيلومترات من ديزني, we are a few miles away from Disney. عندما مصعب بن عمير الذي كان يلقب المعطار كان يغير لباسه في اليوم مرة ومرتين, وعندما دخل الإسلام أمه مسكت عليه المال, وحتى أنها وقفت عن الطعام حتى تقنعه أن يخرج من الإسلام. مصعب بن عمير, his mother, the one that used to be the one with perfume, he would change his clothing twice a day. His mother tried to stop money from him, stop him from going into continuing to Islam, but he would not until she began a hunger strike. فقال لها: يا أمة, والله لو كانت لك ألف روح, mother, if you had 1,000 souls, وخرجت روحا روحا, and every soul came out after one another, ما رجعت عن دين محمد, I will not leave the دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا نداء لإخواني أخواتي. هذا المفروض في الخلف يكون ملعب الكرة للأطفال, وهذه الفصول كما ترون مفروض أننا نبدأ بالعمل حتى نفتح في هذه السنة. We need to fulfill the need حتى نفتح هذه السنة. المركز الإسلامي الأمريكي وأخوانكم يناشدوكم, دين محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن نعز الدين, ونحن بحاجة لمساعدة كل إخواننا وأخواتنا بأي دعم تستطيعوا أن تقدموه, ولو بدعاء ولو بدرار أو بنشر هذا الفيديو, for you to assist us, حتى لا يصل, حتى بإذن الله عز وجل سوف ننصر دين محمد, وبإذن الله عز وجل هذه المدرسة الإسلامية في ولاية فلوريدا سوف تفتح مهما وضعوا العقبات. وكما قلت لهم, والله الله متم النوره, وصلى الله عليه وسلم قال: ليصلن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار, بعز عزيز أو بذل ذليل. This affair of ours, Islam will spread by the will of Allah, like day and night will reach with the anyone that wants to come, either with the might of Allah عز وجل or with the humiliation of others. ناشد إخواني وأخواتي, أستحلفكم بالله لا تتركوا هذا المركز. أستحلفكم بالله, الأوراق كلها لدينا, من يريد التواصل معي رقم تليفوني موجود على الشاشة. لا تتركوا بيت الله, نحن بحاجة. هم يريدون أن يوقفون كمان سنة الآن, they want to stop another year, لكن لن يحصل ذلك بإذن الله. They are not going to be able to do this. فأستحلفكم بالله كل من يصل هذا الفيديو أن يتبرع وينفق ويعطي, والله نحن بأمس الحاجة أن نفتح هذه المدرسة وأن ينقذ هذا المسجد, لأن هذه المدرسة سوف تكون وقف لهذا المسجد. The school will be a وقف and will give money to the center. We need everyone to spread the word. وهذا الفيديو يكون مع جميع الإخوان والأخوات, يوصله في كل بقاع الأرض كما حصل في أول مرة.
ونحن الآن بحاجة إلى مبلغ تافه 200,000 دولار حتى نجمعهم جمعناهم من قبل بشهر واحد بفضل الله عز وجل. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم لكل من وصل هذا الفيديو وكل من حول هذا الفيديو وشارك فيه، إن كان نسأل الله عز وجل أن يجعله من أهل الجنة، وأسأل الله أن يحشره مع محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل إن كان له هما وأن يفرجه، وإن كان له كربا أن ينفسه ويرحم له أمواته. أستحلفكم بالله لا يقف عنكم الفيديو، نحن بحاجة لأن ننهي هذا المشروع مهما وضع العقبات. والله لا يعلم أننا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. We are people seek our pride and dignity in Islam, and if we seek our pride and dignity in other in Islam, Allah will humiliate us. بارك الله فيكم وبارك الله لكم من شارك وكل من أعطى ومقدم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.